جمال النط بيك يا مصر وليك يا مصر بيك يا مصر حلوة بلادي الخمرة الزاني الحرة بلادي بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم، مساء النصر ومساء العزة والكرامة ومساء الإرادة والتحدي. حلقة جديدة من مساء دريم النهاردة الجمعة 5 أكتوبر 2018، وكمان يعني ساعتين بالضبط، ساعتين إلا كده إن شاء الله يكون 6 أكتوبر. ذكريات جميلة جدا، لكن الحقيقة بما أنه حربنا ضد حاجات كتيرة جدا، حربنا ضد الإرهاب، حربنا ضد الجهل، حربنا ضد الفقر، ضد الجوع، ضد المرض، حروب كثيرة جدا ما زلنا نخوض معاركها حتى اليوم، فما ينفعش تكون انتصارات أكتوبر مجرد ذكرى. كمان الحقيقة، وده يمكن الأهم، أنه كل الدماء العطرة الباسلة الشريفة الطاهرة اللي ضحت بأرواحها في سبيل أن يحيا هذا الوطن وأن تحيا مصر بإذن الله تعالى حرة أبية، ما ينفعش أبدا ننسى هذه الدماء الطاهرة، ما ينفعش ننسى كل من ساهم في استرداد الأرض والعرض، ما ينفعش أبدا ما نكونش فاكرين، وما ينفعش ما نعلمش ولادنا، وما ينفعش ما نحملش الأمانة إلى الأجيال اللي ما شافتش انتصارات أكتوبر، أو اللي بطبيعة الحال كل فترة يمكن علشان الأهمية أو مش الأهمية، بس يمكن علشان بالوقت بننشغل بقى في يعني معارك أخرى حياتية كده العالم كله بيعيشها، فيمكن ده يقلل قوي فرص أجيال جديدة ما سمعتش كتير أو ما عرفتش كتير عن انتصارات أكتوبر. ولكن بيبقى شهر أكتوبر من كل عام هو الشهر الذي نتحدث فيه بكل فخر وعزة عن انتصارات هذا الشعب العظيم الباسل الذي وقف جنبا إلى جنب مع أبنائه من القوات المسلحة الباسلة، اللي يمكن طول الوقت بتزيد وحدته بتزيد تماسكه لدرجة بتختلف كثيرا جدا عن باقي جيوش حول العالم. الحقيقة إنه احنا طول الوقت لما بنتكلم على فكرة سيادة الدول وسيادة مؤسسات الدولة بيبقى دائما الحديث عن القوات المسلحة هو مصدر الفخر لينا، وحرب 6 اكتوبر ايضا اللي بتمر عليها بالفعل خلاص كمان ساعتين ان شاء الله نقول 45 عاما تمر عليها، هي احد تلك الانتصارات المهمة اللي بننتظرها من العام للعام عشان نقدر نستوعب منها دروس مهمة جدا ونتائج مهمة جدا، ونجدد مرة اخرى بهذه المناسبة العظيمة العطرة العهد، نجدد العهد والولاء والانتماء إلى تراب هذه الأرض، إلى تراب هذا الوطن. نذكر كما ذكرت شهداءنا، هؤلاء الشهداء الذين سالت على دمائهم، سالت دمائهم على رمال هذا الوطن الغالي، ويمكن ما زالوا حتى بيضحوا حتى اليوم في مواجهة إرهاب، إرهاب بغيض حاول أن ينال من هذا الوطن. ألف تحية لهم وألف رحمة ونور على كل نفس طاهرة ذكية ضحت بنفسها من أجل مصر الحبيبة. تحيا مصر دائما وأبدا، كل سنة وحضراتكم طيبين. مهما تشغلنا في أمور حياتنا المختلفة ما ينفعش أبدا تقل فرحتنا بذكرى هذه الانتصارات، وزي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح ما ينفعش بالنسبة للأجيال الجديدة اللي طالعة يبقى 6 أكتوبر ده مجرد أنه يوم أجازة، فلما بيجي كمان بقى قرب الخميس أو قرب السبت بيبقى لونج ويك أند، ما ينفعش يبقى هو ده 6 أكتوبر بالنسبة لأطفالنا والشباب السن اللي أكبر من كده شوية.
لازم يبقوا فاهمين أهمية هذا اليوم وأهمية هذه المعارك التي خاضتها قواتنا المسلحة المصرية بمشاركة أبناء الشعب الباسل، أبناء القناة وأبناء كل مكان في مصر، واشتركوا وكانت ملحمة وطنية حقيقية جميلة جدا. شاء من شاء وأبى من أبى، وحتى لو العدو حتى اليوم بيحاول يقنع نفسه أو يوهم نفسه بمعنى أصح أنه الحرب دي هو اللي كسبها، لكن في النهاية بنسمع كلام كتير قوي بنبتسم وبنضحك وبنقول الحمد لله، الحمد لله الذي من على هذا الوطن الغالي بهذا الجيش العظيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة